حياكم الله مشاهدينا الاعزاء. صيف الشارقه صيف ممتع ومتجدد وحيوي ومليء بالانشطه والفعاليات والبرامج، وفي صيف الشارقه برنامجنا هذا نسلط الضوء على مجموعه من الفعاليات التي تحتضنها امارتنا الباسمه. لنتابع. تلعب المتاحف الشارقة دوراً هاماً في حياة أبنائنا، حيث نظم متحف الشارقة للفنون برامج ترفيهية وورشاً صيفية مجانية مصممة خصيصاً للأطفال لتوفر لهم تجارب تعليمية لا تنسى في بيئات فريدة من نوعها. عن هذه الورش نتابع معكم هذا التقرير. تجارب متنوعة وثرية يقدمها المخيم الصيفي 2022 الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف للأطفال الصغار في جميع المتاحف، ولا سيما في متحف الشارقة للفنون الذي يأتي تحت عنوان إبداعات ملونة، يستكشف من خلاله الصغار العوالم التشكيلية بأسرارها وجمالياتها خلال الفترة من 18 وحتى 28 من يوليو الجاري، وضمن المخيم الصيفي إجازة سعيدة للفئات العمرية من سن 6 وحتى 12 عاماً، إذ قدمت ورشة البورتريه الورقي التي تأتي ضمن حزمة ورش فنية مختلفة اكتشافات ومعارف جديدة لكل منتسبيها من عشاق الفن والرسم. أنا حبيت أجي المخيم الصيفي لأني أنا بحب الفن والتصميم، وكانت ورشتنا اليوم هي الثانية وأخذنا عنها عن كيفية رسم الملامح، رسمناها بشكل ثلاثي الأبعاد. أنا أكثر إشي حبيته بالمخيم اللي هو الفن، لأنه أنا كتير بحب الفن وبحب النشاطات اللي فيه، وبحب إنه أطلع إنه أشياء وأصنع إنه شغل يدوي. فبدي أشكر كل الأخصائيين على هذا المخيم، ولازم تجيبوا أطفالكم عشان يستفيدوا ويتعلموا بنفس الوقت. ثمان ورش عملية فنية إبداعية تقدم للأطفال الفرصة للتعلم من خلال متعة صناعة خريطة خاصة وابتكار تقنية جديدة في الرسم وكيفية التعبير عن الفكرة في اللوحة متعددة الوسائط، وتعلم فن التنقيط وكيفية الإبداع في اللوحة باستخدام تقنية الطباعة. أكمل لوحتك الفنية باستخدام أدوات مختلفة وإضافة الإبداع باستخدام المواد المختلفة لصناعة عمل فني مميز، وتعلم كيفية الاعتناء بهذا العمل على طريقة المتاحف العالمية. أول شيء أنا حبيت أجي على المخيم عشان كان فيه استمتاع وتعلم بنفس الوقت، وفي الجولة اللي فوق تعلمنا كيف نرسم ملامح الوجه بشكل جميل في الجولة، وشرحوا علينا كيف نرسم اللوحة وكيف نعرف ملامح الوجه. أنا شاركت بالمخيم إجازة سعيدة عشان ما أطل ملانة بالبيت وما في إشي أعمله، وجيت أغير الجو، وهي تاني مرة أسجل بهيك إشي وكان كتير ممتع. إحنا عنا كتير أماكن نروحها للأطفال، عنا المتاحف والمولات الألعاب والحدائق اللي فيها الواتر بارك، ومش إنه بس ملل بس إحنا بنستمتع. اشتركت في المخيم إنجاز السعيدة لأنه أنا بحب ألون والفن، وإحنا بنعمل ورش ونتعلم أشياء عن الفن. إجازة سعيدة مخيم صيفي يسهم بدوره في إعداد وتربية أجيال تدرك أهمية المتاحف كمصدر مهم للفنون والعلوم المختلفة، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في نفوس وعقول أجيالنا المستقبلية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونواصل تغطيتنا لأهم الفعاليات والأنشطة التي تشهدها إمارة الشارقة خلال الصيف، وننتقل إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون،
بهدف استكشاف وتنمية خبرات الموهوبين من طلبة المدارس المشاركين وتعزيز قدراتهم في المجال الإعلامي. أعلن مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع للهيئة عن انطلاق النسخة السادسة من برنامج التدريب الصيفي إعلام المستقبل المخصص للناشئين. تفاصيل أكثر عن إعلام المستقبل في هذا التقرير. لتعريف الناشئة أساسيات العمل الإعلامي وأهميته ودوره التنموي في المجتمع، أطلق مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الدورة السادسة من برنامج التدريب الصيفي إعلامي المستقبل، والذي يستمر حتى 11 من أغسطس المقبل. طبعاً برنامج إعلام المستقبل هو برنامج تدريبي صيفي ينظمه مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. هذا البرنامج يستهدف فئة الناشئة من عمر 10 سنوات وحتى 16 سنة. في هذا البرنامج يتم تنظيم ورش إعلامية ودورات إعلامية في مجال التخصصات الإعلامية، مثل التصوير والمونتاج عبر الأجهزة الذكية، مثل الأمن والسلامة الإلكتروني، العمل الإذاعي، الإخراج التلفزيوني، وأيضا دورة الصوت والإلقاء. طبعا في هذه السنة يكمل البرنامج دورة السادسة على التوالي. نلحظ إقبال كبير من الطلبة، وأيضا نلحظ حرص من أهاليهم على تسجيل الطلبة في هذا البرنامج. اللي شجعوني إني أدخل برنامج إعلامي المستقبل أمي وأبوي الله يحفظهم وإخواني، وأول ما شفت باب التسجيل مفتوح دخلت عشان أنمي مهاراتي في مجال الإعلام. اللي استفدت من برنامج إعلام المستقبل إني أطور نفسي وأطور كيف أكون مصور محترف، عشان هالشيء يمكن يفيدني في المستقبل ويكون عندي خبرات وأشياء من خلال إعلام المستقبل. يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الناشئة في فنون العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني مثل الإلقاء والتقديم والأداء الصوتي، إلى جانب تدريبهم على مهارات الكتابة الإبداعية والإعلام الرقمي وأخلاقيات العمل الإعلامي. قررت أني أشارك في برنامج إعلام المستقبل لأني أحب مجال الإعلام، وأبا أكتسب مهارات جديدة في الإعلام مثل الإخراج والتصوير أو أني أكون مذيع. شاركت أنا في برنامج إعلام المستقبل لأني أحب أكون إعلامية، وحلمي أني أكون إعلامية فقبلوني واستعنت وايد ويا الأساتذة والمشرفين والمعلمين، وإن شاء الله أحضر كل دورة قادمة وإن شاء الله أكتسب خبرة حلوة. عرفت عن برنامج إعلام المستقبل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات إذاعة الشارقة. يقدم الورش مدربون وخبراء من مركز الشارقة للتدريب، ويتيح البرنامج للناشئين المتدربين الاستفادة من التطبيق العملي في استوديوهات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ويذكر أن المركز قد فتح الباب أمام الطلبة الراغبين بالمشاركة في البرنامج في وقت سابق من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص بالهيئة. ومن فعالية إلى فعالية أخرى، وهذه المرة ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى مخيم الراوية الصيفي، حيث انطلقت قبل أيام فعاليات وبرامج وأنشطة مخيم الراوي الصيفي التي ينفذها مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث. المخيم مشاهدين حافل بالأنشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في مستوى وعي الأطفال وتعليمهم وتدريبهم. ننتقل مشاهدين
لنتابع هذا التقرير ونتعرف أكثر على هذا المخيم. يسعى معهد الشارقة للتراث للعمل على صون التراث الإماراتي وتوثيقه وحفظه من الاندثار للأجيال المستقبلية، والاهتمام بالتراث العربي والانفتاح على التراث العالمي للاستفادة مما يسخران به من غنى وتنوع. بأجواء من المتعة والبهجة وتزامنا مع الإجازة الصيفية، يحتضن مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث فعاليات مخيم الراوي الصيفي خلال الفترة من 18 من يوليو الجاري وحتى 4 من أغسطس المقبل، بمشاركة 30 طفلا من المنتسبين للمخيم من الفئات العمرية من 8 وحتى 12 عاما. نظم مركز التراث العربي مخيم الراوي الصيفي، ويشمل المخيم السرد الحكائي، هدفه تدريب المشاركين على مهارة التحدث والإلقاء، وأيضا لدينا ورشة الخط العربي التي فيها نعلم الأطفال كيفية كتابة الخط العربي وأنواع الخط العربي، وأيضا لدينا رسم شخصيات القصص التي تهدف إلى تنمية عقول الأطفال بطرق إبداعية وخيالية، وأيضا لدينا ورشة أشغال اليدوية من عالم البحار، ولدينا مبادرة باب الحكاية التي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية كتابة القصة القصيرة تحت عنوان عالم البحار فن وابتكار. تهدف الورش إلى جذب أو لفت انتباه الطفل أنه المواد الموجودة عندنا في البيئة مثل عالم البحار، موجود الرمل، موجود الأصداف، الحجارة، من هاي المواد البسيطة كل يوم عم نسوي ورشة، بس كل ورشة لها فكرة مختلفة تماما عن الورشة السابقة. الحمد لله إقبال الأطفال جدا رائع. على فكرة الأطفال يعني ما شاء الله مبدعين، بس نوفر لهم الجو المناسب الملائم، الأدوات المناسبة، التحفيز، منشوف إبداعات يعني ما شاء الله. مثلا هنا بيكونوا مجموعة، كل طفل بتظهر منه نتيجة عمل مختلفة تماما عن نتيجة الطفل الآخر. مشارك اليوم في تقديم ورش على مدى 4 أيام في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية ضمن طبعا مخيم الراوي الصيفي. أقدم للأطفال ورش في الخط العربي. طبعا هذا في النهاية هو طفل ما راح يتقبل الخط العربي بمستواه كخط عربي على أصوله، يعني لازم أستخدم مع الطفل أساليب ترغيب محببة للطفل باستخدام الألوان أو تقنيات مختلفة، إضافة إلى تعليمه كيف يتعلم الخط العربي أو كيف أخليه يحب الخط العربي. يتضمن مخيم الراوي الصيفي تشكيلة متنوعة من الورش والفعاليات الجاذبة للأطفال بعوالمها الساحرة من السرد والقصص، والتي تلامس مواهبهم وإبداعاتهم في المجال التراثي، وبإشراف من الكوادر المتخصصة، إذ تأتي خطة برنامج وأنشطة وفعاليات المخيم الصيفي ضمن استعدادات المعهد لملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته 22. حبيت أشترك في مخيم الراوي الصيفي لأن أطلع إبداعاتي ويعني أعرف كيف أسوي أصدافها. أول مرة أشترك في مخيم، فوايد حبيت المخيم لعشان وايد أشياء استفدنا في المخيم وتعلمت. حبيت أشارك في مخيم الراوي الصيفي، كل هوايات اللي أحبها موجودة، واليوم سوينا كوب لصقنا عليه الأصداف، ما في هواية ما أحبها موجودة. اشتركت في المخيم عشان أتعلم أشياء جديدة وأتعرف على أصدقاء جدد. اشتركت في مخيم الراوي الصيفي عشان يعني استعمل وقت فراغي واستانس سوي أشياء جديدة علي. مخيم الراوي الصيفي بأجوائه الخلابة بيئة عملية تعليمية تتيح الفرصة للأطفال للاستمتاع والتعلم من خلال مشاركات تفاعلية في مختلف المجالات التراثية الثرية.
مشاهدينا الكرام، إمارة الشارقة تنبض بالعديد من الفعاليات الترفيهية الصيفية المخصصة للأطفال. ننتقل وإياكم إلى مركز ميجا مول بالشارقة، وهذه الفعالية الخاصة للأطفال لنتابع. تستعد إمارة الشارقة لاستقبال سكانها وزوارها من كافة أنحاء العالم حتى يتسنى لهم قضاء وقت ولا أروع بين معالمها ومرافقها البارزة التي لا يمكن عدها ولا حصرها. ما يميز فعاليات الصيف في مركز ميجا مول الشارقة هو مركز الأطفال، مركز ألعاب الأطفال في الطابق الأرضي، وهذا دائما بشكل مجاني يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 10 مساء، واللي يميزه أن نهتم بالأطفال من عمر 4 سنوات إلى 8 سنوات. أما بالنسبة للأطفال اللي هم فوق 7 و8 سنوات، عندنا الأنتكس لاند في الطابق الثالث، هذه مدينة الألعاب المميزة على مستوى إمارة الشارقة، تقدم جميع أنواع الألعاب الإلكترونية والألعاب الفي آر، جميع يعني مدينة ألعاب متكاملة نقدمها لجميع الأطفال في إمارة الشارقة. وأرجع أذكر مرة أخرى بمدينة الألعاب في الطابق الأرضي لجميع الأطفال، فيها رسومات على الوجه، ألعاب مميزة، جوائز وهدايا وتعليم الرسم، يعني برامج مميزة في فترة الصيف لجميع الأطفال. ميجا مول حلو جدا، بعدين فرح، هو فرح للأطفال، والعطلة مدارس قربت خلصت، فالأطفال يعني الملجأ لهم بالميجا مول، في بيلاقوا فيه كل الألعاب، كل التسليات، المرح موجود فيه، فبيفرحوا فيه الصغار حتى الكبار مع أهليهم كلهم. يعني عطلة كانت جيدة، الميجا مول بيهني الأطفال وبيبعدهم عن يعني بيبعدهم عن الاشياء اللي مش كويسه، فبيريح لهم عقلهم، بيريح لهم فكرهم، بيخليهم يستنيروا باشياء جميله. فما شاء الله الشارقه اول شيء ما اثرت بالنسبه للمهرجانات عامه، لكل مهرجانات الصيف للاطفال في كل النواحي اللي هي بتريح الاطفال وبتعطيهم يعني افكار جديده بيستنيروا منها، بيعرفوا شو قيمه الحياه، هن وصغار بيعرفوا شو قيمة الحياة، بينبسطوا، بيفرحوا. صيف الشارقة ليس كغيره على الإطلاق، فهو دوماً ما يكون مختلفاً، جالباً معه طاقة كبيرة من الإيجابية الممزوجة بالمتعة والرفاهية. وبالتزامن مع مفاجآت صيف الشارقة ومع بداية العطلة الصيفية للطلاب، حرص مركز ميجا مول الشارقة على تنظيم أماكن ترفيهية وعروضاً متنوعة لاستثمار طاقات الأطفال ولكافة الأعمار في أنشطة ترفيهية متنوعة. أنا عندي حلا 11 سنة وإنجي 9 سنين، فهلأ نحن منجيبهم ليحضروا فعاليات الشارقة، يعني التعويض عن أنه تفريغ الطاقات تبعتهم غير أنه يضلوا على الآيباد والإنترنت بشكل عام. وفعاليات ونشاطات الشارقة بالصيف كثيرة وخصوصي في الميجا مول، فدايما نحن هون موجودين يعني بنحضر هذه الفعاليات ومبسوطين كثير للأطفال بهالموضوع. هلا الفعاليات نحن اللي بنحضرها هون، هلا مثل هيدا الفعالية اللي هون، أول شيء هن بينبسطوا بالموضوع الرسم على الوجه، الأطفال الموجودين يعني هن بيعيشوا مع أطفال تانيين، بيشوفوا أطفال، أحيانا بيتعرفوا على أطفال معهم. يعني الموضوع الثاني في الفعاليات اللي بتصير بشكل عام، بيكون في هون العروض اللي بتصير السيارات، انه مجرد بيشوفوا شو فيه، عرفت كيف؟ بيستطلعوا. يعني المره الماضيه اللي كان في عروض سيارات، فصار يسالوني انه هيدي شو المعرض، ليش عاملين هذا المعرض هون، شو الفعاليات. فهي عباره انه مثل تنشيط الذاكره، تنشيط الافكار، عرفت كيف؟ والفعاليات اللي عم بتصير بالميجا مول بشكل عام كثير وحلوه، فنحن مبسوطين كون قريبين على الميجا مول، فدائما موجودين هون. ما جايه مع اولادي اليوم عشان يعملوا فعاليات لصيف فعاليات الشارقه، وقاموا بعمل بعض الانشطه، رسم على الوجه والرسم على الورقه وبس، وهنطلع مدينه الالعاب يلعبوا فيها. حيث تستقبل منطقه الالعاب في المركز جميع الاطفال من يوليو الحالي وحتى بدايه اغسطس المقبل من الساعه 5 مساء وحتى 10 مساء. احنا نحن في وقت الإجازة بدل ما نجلس في البيت هي الميجا مول ونستعمل طاقتنا بدل التابلت. انا هلا عندي عطلة من المدرسة، اجيت لهون عشان ننبسط، وانا بحب كثير الميجا مول. جاية العب في جيت مع ماما واخواتي لنلعب في الميجا مول.
فعاليات ترفيهية مبهجة ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتحظى برضا الأهالي من حيث التنظيم والسلامة والتنوع في تقديم ما يناسب جميع الأعمار. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لختام هذه الحلقة من صيف الشارقة. موعدنا يتجدد غدا مع فعاليات جديدة وأنشطة مختلفة. لمتابعة هذه الحلقة وكل برامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ما عليكم إلا تحميل تطبيق مرايا. في أمان الله.